هاتف من القاهرة ينضم لنا الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. على الرغم من الحياة المتطورة إلا أن الأوضاع الاقتصادية أصعب، من خلال دراسة التي نقلناها قبل قليل في الخبر، أو جيل الألفية هم أقل حظا من أبائهم، لماذا؟ ما الأسباب دكتور برأيك؟ أولا كل الشكر ليكم أنكم بتسلطوا الضوء على تطلعات وطموحات الشباب. هو لازم نحط في اعتبارنا ان التطلعات والطموحات لعبت دور كبير جدا في عدم الرضا وفي هذه القفزة. اذا كانت في قفزة مادية حصلت لكن لم يشعر بها هؤلاء الشباب او لم يستفد بها هؤلاء الشباب، لانها كانت اكثر عن مستوى طموحهم واكثر عن امكانياتهم، مما ادى الى وجود هذه الفجوة الكبيرة بين تطلعاتهم ورغبتهم انهم يحصلوا على مسكن مناسب او عيشة مناسبة، لكن مش قادرين. بالرغم ان احنا لو بصينا او هم بيقارنوا بينا، ان احنا واحنا كنا في ايام جيلنا كنا اكثر بساطه منهم، وكنا اكثر قدره على تحقيق سبل الرزق، واكثر قدره على العيش تحت امور ليست فيها ضغط وليست فيها يعني ارهاق على الجانب النفسي او الجانب الاجتماعي الخاص بينا. وكلامهم ده صحيح على فكره، كلام الاجيال دي كلام صحيح، ان احنا كنا اكثر حالا، لكن هم مطالبين ببذل الجهد. ولكن للاسف الشديد بنجد ان كثير من هؤلاء الشباب لم يواكب هذه الزياده بالجهد او بذل الجهد لكي يحصل مزيد من الوظائف التي تمكنه من انه يحقق الطموحات بتاعته اللي هو بيسعى اليها. طيب يجب الا ننسى ان هناك بعض الشباب او شريحه لديهم كفاءه فعلا ولديهم مستوى تعليمي مهم، ماذا بالنسبه لهؤلاء؟ هؤلاء يجدوا المجالات المناسبة ليهم، يعني في ناس مدربة تدريب كبير جدا على كثير من الأدوات الحديثة في وسائل الاتصال الحديثة، ولكن لم يتاح لها فرصة المساهمة الحقيقية في سوق العمل أو أنها التي تحقق الطموح بتاعها. ليه؟ لسببين. السبب الأولاني أن قد يكون هناك كثير من الأمور يعني الشباب اللي بيحصلوا فيها على فرص توافق اهتماماتهم قد تكون ميسره من قبل الاقارب او المعارف، لكن هناك جيل كبير جدا جدا لم يعني يستطيع ان يحصل على هذه الفرصه بالرغم من تمتعه بكثير من المزايا. وده يخلينا نفكر في اليه، اما ان نعمل بنك زي ما بيحصل. انا كنت بره في الخارج وكان في مكتب بيدون فيه الشباب المهارات بتاعتهم، ولما بتيجي فرصه بيستدعيهم وبيشغلهم وباجور مرتفعه. وانا بقول لحضرتك حاجه، انا ليا ابن في ايطاليا هو شغال في شركه كبيره جدا جدا نتيجه هذه المكاتب او هذه المراسلات، لكن في دولنا العربيه متهيألي لم نصل الى مثل هذه الاليه، ان يكون عندنا مكتب على مستوى الوطن العربي، على مستوى دول الخليج، على مستوى علاقاتنا بالدول الاجنبيه، يستطيع ان ييسر لهؤلاء الشباب ذوي الخبره المتميزه فرص عمل تتاهل مع طموحاتهم ومع اهتماماتهم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.